صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، وصباح جديد يتسم بالتفاؤل مع إشراقة الشمس هذا الصباح وبداية يوم جديدة بإذن الله. نتمنى إن شاء الله يكون يوم سعيد على الجميع بإذن الله، وصباح الابتسامة والسعادة يعقوب. صباح الإيجابية مريم، وأكيد أصبح بالخير على مشاهدي برنامج صباح الشرقية. صباح جميل برفقتكم، جاهزين لكم اليوم إن شاء الله مواضيع شيقة ومفيدة، وصباحكم سعادة وين ما كنتوا. نبدأ صباحنا اليوم مثل ما عودناكم بالعناوين: الشخصية الفضولية وكيفية التعامل معها، استمرار فعاليات مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، دبا الحصن تحتفل بشهر القراءة. إذن تعرفنا معكم مشاهدين الكرام على عناوين حلقتنا لهذا الصباح، ونبدأ معكم فقرة الأخبار في صحف دولة الإمارات العربية المتحدة. الخبر الأول مشاهدين الكرام من صحيفة الخليج: الشارقة تستضيف مؤتمر العربية في يناير. أعلن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بإمارة الشارقة أحد أجهزة مكتب التربية العربي لدول الخليج عن بدء تنظيم مؤتمر اللغة العربية الدولي الرابع بإمارة الشارقة تحت عنوان تطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، حيث ينظم المركز المؤتمر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة الشارقة. إذن هذا المؤتمر مشاهدين الكرام ينظم بشكل مستمر، هذه الدورة الرابعة من هذا المؤتمر سيقام إن شاء الله في إمارة الشارقة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة المهتم بالثقافة وتحديدا باللغة العربية. مريم، نعم أكيد جانب الثقافة موجود ومتنوع في أخبارنا الصباحية لهذا اليوم، وأكيد المبادرات مختلفة في إمارة الشارقة بشكل عام يعقوب، تخدم جميع الفئات العمرية، نشوف الثقافية الاجتماعية الاقتصادية جميع المجالات حاضرة في إمارة الشارقة. نعم. الخبر الثاني مشاهدين الكرام أيضا من صحيفة الخليج: ممتدى الاتصال الحكومي فرصة لتحويل الأفكار إلى أفعال. تنطلق غدا فعاليات الدورة الثامنة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في إكسبو الشارقة بمشاركة نخبة من الخبراء وممارسي الاتصال الحكومي الدوليين، يجتمعون لمناقشة سلسلة من المحاور التي يطرحها المنتدى هذا العام تحت شعار تغيير سلوك تطوير إنسان، ويقدم المتحدثون والمشاركون مداخلاتهم حول أهمية المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في ظل متغيرات العصر الراهن وأثره في تحول سياسات التنمية المجتمعية والتحول في سلوكيات الأفراد داخل بلدانهم. وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام أن نجاح تجربة الاتصال الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص يعود إلى انحياز الخطاب الرسمي لوعي ومصالح الجمهور، وإلى قدرته على ترسيخ العلاقة بين المواطن والمؤسسة وتثقيف المجتمع المحلي بدور كل فرد في دعم وتنمية مسيرة التنمية. جميل. إذن ينطلق يوم غد مشاهدين الكرام المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، دائما نذكر أن هذه التظاهرة الدولية تقام في إمارة الشارقة في دورتها الثامنة برعاية صاحب السمو حاكم الشارقة، ستكون إن شاء الله هناك مخرجات كثيرة إيجابية في مجال الاتصال الحكومي وكيفية التغلب على كل التغيرات التي حصلت في العالم في ظل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد بشكل عام. مريم، نعم أكيد منتدى الاتصال الدولي أو الحكومي في إمارة الشارقة سوف تكون هناك الكثير من الشخصيات الحاضرة في هذا المنتدى، يناقش جوانب معينة، وأيضا سوف تكون هناك حلقات يعني مختلفة بالنسبة لي، حلقات شبابية، حلقات مؤسسية، الكثير من الحوارات وتبادل الأفكار سوف يكون من خلال هذا المنتدى. والجميل أيضا في أول يوم في افتتاح هذا المنتدى نتكون في كلمة لصاحب السمو يعقوب. نعم. دائما أكون حريصة على حضور هذا المنتدى أو أي مكان تكون فيه كلمة لصاحب السمو لما لها أثر كبير علينا، تكون جلسة أبوية أكثر ما هي تكون جلسة حوارية
ثقافية، تبادل فيها الأفكار، فجميلنا أيضا نشوفه هو حاضر وداعم لجميع المبادرات في إمارة الشارقة. ننتقل معكم مشاهدين إلى صحيفة الاتحاد وأيضا من الأخبار الصباحية لهذا اليوم من هذه الصحيفة. التربية تطلق خطة تشغيلية أو خطة تشغيل المختبرات في المدرسة الإماراتية. أطلقت وزارة التربية والتعليم الخطة التشغيلية للمختبرات العلمية في المدرسة الإماراتية للعام 2018-2019، وذلك لرفد الطلبة بالمعارف والمهارات العملية في مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والعلوم العامة، بحيث تتكامل الجوانب النظرية والعملية للمادة. وكانت الوزارة قد أعلنت سابقا أنه سيتم تطبيق ما نسبته 30% من المواد العلمية المذكورة داخل المختبرات، وتشمل مختلف المراحل التعليمية لتغطي منهاج العلوم للطلبة في الحلقتين الأولى والثانية، فيما تشمل مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء لطلبة المرحلة الثانوية. وأكدت الوزارة في الخطة التي عممتها على الإدارات المدرسية حرصها على تمكين الطلبة من المهارات العملية والتطبيقية من المعرفة، ولفتت أن التعليم التطبيقي يساهم في تنمية الوعي الإيجابي عند الطلبة، ويحفزهم وينمي قدراتهم على التدقيق والاستنتاج المبني على الحقائق العلمية. يعني أعتقد بوجود هذه التطبيقات الجميلة والذكية في المختبرات التي سوف تطبق في المدرسة الإماراتية، سوف يكون هناك جانب كبير وواسع لتخيل الطالب لمختلف المجالات، سواء في مجال العملي، وأيضا أكيد يفتح له أبواب كثيرة من ناحية اختبار مهاراته في المجال العملي، سواء كان في مختلف المواد العلمية. وأيضا هذا أيضا يعزز أو يدعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار في دولة الإمارات، بما يسهم في صقل مواهب الطلبة سواء في المدرسة أو في مرافق المدرسة كمختبرات ذكية تواكب المراحل التعليمية المناسبة والفئة العمرية أيضا، ودعمها بجميع الوسائل التكنولوجية الحديثة. نعم، بطبيعة الحال مريم نشاهد تطور كبير من قبل وزارة التربية والتعليم في على مستوى المناهج، سواء كانت المدارس الحكومية أو حتى الخاصة وأيضا المؤسسات التعليمية الأخرى، فنشاهد تطور كبير ملحوظ في التربية والتعليم في دولة الإمارات. وأيضا تحظى وزارة التربية والتعليم باهتمام كبير من دولة الإمارات وقيادة دولة الإمارات، فنشوف في تطور كبير مستمر في مجال التعليم في دولة الإمارات. وجميل نشوف المختبرات من أجل أن يكون الجانب التطبيقي موجود لدى طلاب المدارس أو حتى الجامعات بشكل عام، من أجل حتى يتم اختبار الطلاب من خلال هذه المختبرات. فنشوف راح نشوف بعض الإبداعات والابتكارات في مجالات كثيرة. نعم. منها الفيزياء أو حتى الكيمياء. نعم طبعا أكيد، يعني حتى في بداية العام الدراسي نشوف في زيارة الوزراء، أيضا يمكن كانت في زيارة سابقة لي أيضا الشيخ محمد بن راشد للمدارس. نعم. للإطمئنان أيضا على مرافق المدارس وكل ما هو مهم بالنسبة للمختبرات وأيضا المدارس. أنا اليوم صوتي ما يسعفني، هذه نتيجة الأمطار وأن الواحد يستمتع بالمطر. نعم طبعا ننتقل معكم مشاهدين الكرام إلى صحيفة نبقى في صحيفة الاتحاد، ولكن ننتقل إلى خبر آخر. إعفاء أصحاب الهمم من رسوم تخطيط الحوادث بالشارقة. أعفت شركة رافد لحلول المركبات والمعنية بتخطيط الحوادث المرورية البسيطة في الشارقة أصحاب الهمم من دفع رسوم إصدار تقارير الحوادث والبالغة قيمتها 400 درهم بشرط توفير بطاقة معاق صادرة من جهة رسمية. وكشف عبد الرحمن الشمسي مدير وحدة الحوادث في شركة رافد التابعة لهيئة الشارقة لإدارة الأصول أن هذه المبادرة التي أطلقتها الشركة تأتي ضمن توجهات القيادة الرشيدة في إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله العام الجاري في دولة الإمارات عاما للتسامح. نعم. وذكر أن المبادرة تأتي أيضا للمشاركة في توجهات القيادة الرشيدة في تقديم الدعم والرعاية لهذه الفئة في المجتمع. وأكد أن المبادرة تسري على الحوادث التي وقعت لهذه الفئة منذ مطلع العام الجاري وبصورة مستمرة لاحقا، وهي تأتي توافقا مع إطلاق عام التسامح، شريطة أن يكون لدى الشخص من أصحاب الهمم بطاقة تحدد ذلك وصادرة من جهة رسمية بذلك. يعني أعتقد هذا خبر جدا جميل لأصحاب أو ذوي الإعاقة أو كما أيضا يسمون أصحاب الهمم، أن تكون في تبسيط لجميع الأمور المختصة سواء كانت في
بالنسبة لتخطيط الحوادث أو بالنسبة أيضا هي رسوم ممكن تكون بسيطة بالنسبة لتخطيط الحوادث أو حتى الأمور المرورية عفوا. فأيضا هذا يأتي إلى تبسيط الإجراءات على المتعاملين وتقديم أيضا خدمات بصورة سريعة وميسرة لجميع الفئات وخصوصا أصحاب الهمم أو ذوي الإعاقة. هذا أيضا مبادرات الجميلة. نعم مبادرة جميلة لهذه الفئة المهمة في المجتمع وتحظى باهتمام كبير من قيادة رشيدة، وخصوصا نشوف الأولمبيات الخاص في العاصمة أبوظبي نشاهد الكثير من الاهتمام بهذه الفئة. شاهدنا الكثير حقيقة من اللقطات في برامج التواصل الاجتماعي الإنسانية واللقطات المؤثرة. نعم نعم والمؤثرة. أختم فقرة الأخبار مشاهدينا الكرام معكم بخبر الرياضة. الأبيض يدشن تحضيراته لوديتي السعودية وسوريا. دشن منتخب الإمارات الوطني أمس معسكره الداخلي المقام في العاصمة أبوظبي استعدادا للمواجهتين الوديتين أمام المنتخب السعودي والمنتخب السوري، وذلك يومي 21 و26 من مارس الجاري في إطار تحضيراته الأولية لخوض التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023. إذن بدأت تحضيرات منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم مشاهدينا الكرام بعد الاستحقاقات التي انتهت، والآن المنتخب يسعى إلى تحضيرات جديدة من أجل يعني المنافسة على البطولات في الاستحقاقات القادمة. كل التوفيق لمنتخب الإمارات الوطني في الاستحقاقات القادمة الدولية أو حتى القارية. نعم توفيق للجميع بإذن الله. نعم إذن كانت مشاهدينا هذه جملة من الأخبار المحلية لصحف دولة الإمارات لهذا الصباح، والآن ننتقل لنتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا لهذا الصباح. ابقوا معنا. شاهدنا معكم مشاهدينا الكرام درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا لهذا الصباح، وما زالت الأجواء جميلة في دولة الإمارات بشكل عام. هذه ضريبة الأجواء الجميلة والأمطار، ما شاء الله استمتعنا في نهاية الأسبوع بالأمطار. نعم. ويمكن يعني الأجواء كانت جميلة وما كنا نبغى ندخل داخل البيت، نتم برا عند المطر نستانس بالمطر، فما شاء الله يعني شوي تهبت عندي الوزن. سلامتك إن شاء الله. نعم طبعا موضوع حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الشخصية الفضولية. أعتقد هذه الشخصية موجودة في كل مكان، قد نصادفها، ممكن تكون معنا في المنزل، ممكن تكون في العمل، في بشكل عام بين الأصدقاء، في أي مكان في حياتنا ممكن نصادفها، حتى ممكن في مكان عام. نعم. من شخص ما نعرفه، شخص غريب، لكن كيف ممكن نحن نتعامل مع هذه الشخصية؟ طبعا يختلف التعامل معها أكيد من شخص إلى آخر. في ناس ممكن تتقبل بطريقة بسيطة، ولكن في ناس ممكن ما تتقبل أبدا، في ناس ممكن تدارك هذه الشخصيات وتعرف كيف تتعامل معها. ولكن إحنا ممكن يعني ما نعامل مش الفضول بطريقة سلبية بشكل عام، إنما الفضول ممكن يكون
يعني إيجابي اللي هو يحثنا على التعلم وحب معرفة الشيء الغريب أو الشيء الجديد واللي يطور من الإنسان ويدفع دائما إلى التقدم. أما في الجانب الآخر لما يكون الشخص الفضولي أو الفضول كصفة سلبية، يعني ممكن يعقوب في بعض الأشخاص يبون يعرفون كل شيء في حياتك، يعني يتدخلون في كل شيء سواء هذا الشيء يعنيهم أو ما يعنيهم، فبالتالي هذا الشيء يكون مزعج لنا في أغلب الأحيان. فكيف ممكن نتعامل معهم يعقوب؟ منرفز في بعض الأحيان، ممكن تكون بعض الشخصيات توصل لمرحلة أنك أنت تتنرفز منهم. لكن السؤال المهم والأهم، من هو الأكثر فضولاً، المرأة أم الرجل؟ نرجع لسالفة المرأة والرجل يعقوب. بطبيعة الحال ممكن يعني في دراسات كثيرة حول هذا الموضوع. أنت شكلك مجهز لدراسات وجايبنها عشان تقنع المشاهدين أنه يعني بشو؟ منو الفضولي أكثر، المرأة والرجل؟ لا، راح يكون في سياق الحديث طبعا بعد الفاصل مع الأستاذة سهام، راح نتطرق بشكل أكبر كيفية التعامل مع الشخصية الفضولية، حتى كيفية ممكن احنا كيف نتجنب هذه الشخصية، كيف نتعامل معها في المنزل أو في العمل. الآن مشاهدينا نشاهد هذا الكاريكاتير يعني يجسد موضوع الشخصية الفضولية للرسام حسن أدلبي. ممكن يعني ممكن نقول الشخص اللي بالنص ضايع بين الاثنين اللي حواليه، لا هذا الفضولي، هذا الفضولي اللي يتدخل في كل ما حوله، يعني يسمع يمين ويسار ما شاء الله. هل فعلا الشخص الفضولي تكون عنده حاسة السمع قوية جدا بحيث انه يسمع كل اللي حواليه وممكن يتدخل في امورهم كلهم بنفس الوقت؟ ما شاء الله هذه طاقة كبيرة، يعني اعتقد لو وجهها بشيء ثاني افضل لما يوجهها يعني التطفل على امور الاشخاص اللي حوالينا. هاي ممكن تكون ميزه بطبيعه الحال مريم، ميزه ولكن استغلها بطريقه الخطا، بطريقه سلبيه. ممكن هذا الشخص يعقوب يتعرض بحياته لمواقف هو في غنى عنها، لان مش اي شخص يتقبل ان انت تتدخل في خصوصياتي. اكيد طبعا، ممكن يحصل الانتقاد اللاذع، ممكن يعني يحصل رد ممكن ما يعجبه او يحرجه امام الجميع، وايضا يخلي ايضا الاطراف اللي ممكن ما عندها الاسلوب ولكن تطفر وتتعامل باسلوب ممكن هي مو متعوده انها تعامل الناس بهذا الاسلوب، ولكن هذه الاشخاص ممكن تطلع فيك اسوء ما عندك. اكيد نعم. انزين، راح نتحدث ان شاء الله اكثر بشكل اكبر بشكل موسع عن الشخصيه الفضوليه مع الاستاذه سهام الشريف، لكن من بعد هذا الفاصل مشاهدينا ابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وحياكم الله في صباح الشرقية، ونجدد لكم التحية. صفة الفضول قد تكون في الرجل كما في المرأة، فهذه الشخصية التي تحب أن تتبع أخبار الآخرين وتحاول أن تعرف كل شيء سواء فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي أو الجوانب الأخرى، وعادة تلك الصفة تأتي من الاضطراب في الشخصية. للحديث عن الشخصية الفضولية نرحب بالأستاذة سهام الشريف مدربة التواصل وتطوير الذات. أهلا وسهلا أستاذة سهام، صباحك خير وسعادة يا رب. الله يسعد صباحكم مريم ويعقوب، وصباح كل المشاهدين الكرام اللي يتابعونا. صباحك خير. طبعا الشخصية الفضولية التي دائما شيق جدا. والسؤال اللي طرحته راح نعرفه الحين من الأستاذة سهام. ما راح يفوته. أكيد طبعا. أيهما أكثر فضولا، الرجل أو أم المرأة؟ لكن هذا في سياق الحديث إن شاء الله راح نتوسع بشكل أكبر. لكن في البداية، من هي الشخصية الفضولية؟ الشخصية الفضولية قبل لا ندخل في تعريفها العام لازم أول شيء نوضح أن الفضول هو أمر غريزي بالفطرة موجود فينا، إحنا نولد في جيناتنا في فضول، صحيح، في حب الاستكشاف، يعني يبدأ في مرحلة مبكرة من عمر الطفولة في البداية حتى قبل الدخول للمدرسة، هذا حتى يتعرف على الأشياء اللي موجودة من حوله، المحيط اللي حواليه، فكثرة الأسئلة عند الطفل حتى تنمي الخيال عنده، فيصير عنده هذا الجانب موجود متأصل لديه، فحتى يعرف المعلومات وتكشف له الحقائق لابد أن يسأل، لابد أن يبحث، لابد أن يتقصى الحقائق بطريقته الخاصة. هذه الصفة مع الوقت تكبر معنا، لكن بعد دخول المدرسة البعض يطورها في الفضول العلمي أو الفضول اللي هو
بشكل طبيعي. نعم. وهذا الفضول المحمود اللي هو الإيجابي اللي يكون في المعرفة، في أنك تطوير الذات، تطوير الذات، أنك تتعلم أشياء جديدة. لكن ينحرف هذا الفضول عندما، وعلى فكرة يبدأ يعني تغيير الفضول من إيجابي إلى سلبي في مرحلة الطفولة أيضا. لأنه أول نموذج يتعلم منه الفضول السلبي الأم والأب. الأم لما تبدأ تسأل عن أخبار الجيران وأخبار الأقارب وها سمعت كذا شفت كذا، فهو يعني يتعلم هذا الشيء. ونفس الشيء الأب لما يبتدي مثلا يتكلم عن موضوعات لها علاقة بآخرين أو يسأل، فالطفل يأخذ هذه الصفة وربما يعتقد أنه هذا شيء جيد، شيء حميد وصحي. لهذا بعض الفضوليين ما يعتبروا أنه الفضول صفة ذميمة أو غير مقبولة اجتماعيا. يحس أنه هذا شيء طبيعي من حقه، طبيعي فيه ومقبول لدى أفراد المجتمع، ويشبع شغفه. في الحقيقة هو شغف لديه، يعني هو شغف صحيح. أنه يحب يعرف، يعني هذا شيء فيه يعني يجعله ربما يشعر بالسعادة، يشعر بالسعادة. هذا الجانب من الفضول اللي يخلي بعض الأشخاص يستمروا فيه لكن بحدود. لكن الأشخاص اللي يفتقروا تماما إلى الذكاء الاجتماعي والذكاء العاطفي يقعوا في فخ الفضول السلبي تماما. طيب أستاذة سهام، هذا الشخص أكيد راح يكون يعني مش بالشخص المحبوب في المجتمع، بما أنه فضولي بطريقة سلبية، يحب يتطفل على الآخرين ويعرف شو اللي عند الآخرين. ردة الفعل بالنسبة للناس راح ممكن تكون صعبة على هذا الشخص، فأيضا هذه الصفة ممكن تجلب له أشياء ثانية سلبية في حياته. فكيف راح يكون هذا الشخص ضمن يمكن ضغوطات المجتمع عليه؟ كل شخص ممكن ينهره بطريقة معينة، ممكن يوجه له كلام سلبي بطريقة معينة، ردات الفعل تختلف. فشو العواقب اللي راح تنطبق على هذا الشخص؟ عزيزتي، أكيد الشخص الفضولي إذا شعر أنه يعني يكون منبوذ في المجتمع سيشعر بخلل ما، وهو في الحقيقة راح نتطرق لموضوع أنه يعاني من نقص ما. الفضولي هو الأقل سعادة بين البشر، سبحان الله، لأنه يهتم بالآخرين ولا يركز على ذاته نفسه. هو يقتات على طاقات الآخرين لا ينمي قدراته حقيقة. وعادة الفضولي عنده ذكاء حاد وعنده ذاكرة جيدة. طيب زي ما قلت، يحس السمع عنده جيد. فما استغل هذا الشيء في مصلحته، وإنما استغلوا في يعني مراقبة الآخرين. وأنتم عارفين من راقب الناس ما تهمن. فبالتالي هو عقبات هذا الفضول مع الوقت أحيانا تكون وخيمة، خاصة إذا ترافق الفضول بالتلصص والتجسس واستراق السمع يعني وفضح الأسرار، وهذا كله فيه أذى للآخرين وأذى على نفسه. أحيانا تصل إلى عواقب جدا سيئة. والمهم في الموضوع أيضا، لأن بما أنك تكلمت عن الرجل والمرأة، أنه تخيلوا الدراسات تقول أنه عدد كبير من أسباب الطلاق أو حالات الطلاق سببها الفضول والتدخل الغير مقبول بين الزوج والزوجة أو الزوجة في شؤون الزوج وما إلى ذلك. جميل. إنزين، ممكن نتعرض في حياتنا بشكل عام للكثير من الأشخاص الفضوليين، لكن بطبيعة الحال كل شخص له نمط معين في التعامل مع الآخرين. لكن السؤال، كيف إحنا ممكن نقدر نتعامل مع الأشخاص الفضوليين بطريقة صحيحة؟ طيب أنا بسألك سؤال، تفضلي. كم راتبك؟ 25. كم عمرك مريم؟ عمري عمر الزهور. فكل واحد عنده ردة فعل في التعامل مع الشخص الفضولي، لأنه الفضولي يفاجئ وذكي على فكرة، لكن ينقصه الذكاء العاطفي والاجتماعي، لأنه السؤال في غير مرحب به، مفروض أنه يستشعر من الشخص. لكن ردود الفعل في التعامل مع الفضول هي التي تختلف. أول شيء خلينا نتفق أنه يكون عندنا حدود في التعامل مع الآخرين، عندنا دائرة من الأسئلة المسموح بها والحدود اللي لا ينبغي أي حد أن يتخطاها، سواء من عامة الناس أو حتى من المقربين. صحيح. عندك هذا شيء مهم. مهم. يعني بعض الأشخاص. خصوصية يعني. إيه خصوصية. بعض الناس ما عندهم هذه الدائرة وما عندهم هذه الخصوصية. مع زيادة وسائل التواصل الاجتماعي ينشر يومياته، صحيح، حياته على مرأى الجميع، ثم يغضب
ويتضايق من الفضول لما يجي يسأل. صحيح. أنت يعني نشرت كل يومياتك، لما يجي هو يطرح عليك سؤال يعني هو من باب فضول يتنرفز. أي نعم. فما لو سمحت لا، إذا أنت فتحت عليك هذه الأبواب. نعم. أيضا غالبية الناس يتجاهلون الفضولي. يعني مثلا أنا قلت كم راتبك، ممكن يقول له ما يرد عليه أو يشغل نفسه بأي شيء ولك دخل. هذه في المواجهة، لكن التجاهل عامة نتجاهل. يعني أنا شخصيا كنت أعملها أنه أتجاهل السؤال، لكن مع الأسف أنه يزيد مقاومة الفضول عنده، بالعكس. صحيح. يعني يحاول أكثر أنه يبحث عن المعلومة. ما دام كيف ترفين عليه مرة ثانية أستاذة سهام؟ هنا نأتي إلى مرحلة المواجهة. المواجهة أنا أنصح بها، لكن ليست على الملأ. يعني تمسكين الشخص تقول له يا فلان ترى هذه الأمور خاصة، ما ينفع يعني أن أنت تطرحها علي قدام الناس مثلا. هذه واحدة من الأساليب. أو مثل ما تفضلتي أنه عطيتي إجابة فيها دعابة، روح النكتة، عمر الزهور. على فكرة بعض الأسئلة اللي عادة تتكرر على الشخص، مثلا مثلا وحدة ما تزوجت، ليش ما تزوجتي؟ فلا بد أن يكون عندها إجابة مبتكرة. صحيح. وعادة أفضل الإجابات أنه إن شاء الله لما يكتب الله مثلا. الأمور اللي لها علاقة بالقدر، وهي إجابات يسكت عندها الفضولي. جميل. ما يقدر يتناقش ممكن فيها. ممكن تختلف على حسب يمكن العمر أستاذة سهام، مثلا ممكن ردة فعلي تكون مختلفة بالنسبة مثلا لصديق أو بالنسبة لكبير في السن. صحيح. وفضولي، هو فضولي كبير السن وسألني سؤال مثلا ممكن محرج بالنسبة له، وأنا ما أحب أني أجاوب عنه في الملأ أمام الجميع. فممكن ردة الفعل تختلف من الشخص مثلا هذا مثلا كصديق أو شخص كبير في السن. صحيح. ممكن كبير السن أنك تشتتي انتباهه، أنه تطلبين كاس جلاس ماي مثلا أو تشتتين الانتباه حتى لا تصل معه إلى المواجهة. لكن في طريقة جميلة استخدمها يعقوب، اللي هو سؤال بسؤال. نعم. زين ليش تسأل؟ وممكن إجابة مش صحيحة تكون مش صحيحة، ولكن لكن لا ينصح بأنك مثلا تعطي إجابة وهمية كاذبة، لأنه راح تتورطي فيها، لأنه ما شاء الله عليهم ذاكرتهم قوية جدا. ما شاء الله. يربطوا الأحداث وراح يطلع الموضوع في ثاني لقاء. فيستحسن أنه الإنسان يكون واضح. يعني ما نعطي حتى إجابات هي. وخاصة طبعا. إذا كانوا مش من الدائرة المقربة، من دائرة الأسرة والمقربين. يعني ممكن زي ما تفضل سؤال بسؤال، ليش تسأل؟ أو راتبي نفس راتبك، أو مستورة والحمد لله قد ما يكفيني. فلا بد أن يكون إجاباته ذكية، ومع الوقت هو سيبحث عن شخص آخر يشبه فضوله أكثر. يعني أتوقع الرد الأول لابد أنه يكون يعني مناسب، من بعد هذا الشخص ما راح يرد يسألك مرة ثانية في موضوع خاص على سبيل المثال. سيحاول، ولكن إذا بعد راح يحاول، راح يحاول. لأنه هذه مشكلتهم، أنهم عندهم إلحاح وأسرار عجيب جدا. يعني في ناس تخيلوا مهنهم أو وظيفتهم لها علاقة بهذا الفضول. يعني ما تعرفون الصحافة الصفراء أو الباباراتزي، يعني يتخذون على هذا، يعني يختاروا أن تكون مهنتهم هي أن يفضح ويكشف أسرار الآخرين. طيب أستاذة سهام، يعني ممكن إحنا يكون فضول في حياتنا أحيانا الفضول إيجابي ممكن، ولكن يجينا فضول نعرف شغلة معينة، هل أعتبر نفسي فضولية بهذا الوقت؟ أنا مثلا يعني ممكن ما في بالي مثال معين، ولكن أن أحيانا يكون في فضول شغال عندنا نبي نعرف شغلة معينة. يعني بشكل متكرر. نعم. مش بشكل متكرر، ولكن بين فترة وفترة. فكيف أعرف أن أنا شخصية فضولية أم هذا شيء طبيعي في الحياة؟ ممكن الواحد يكون عنده فضول أحيانا في بعض الأشياء وانتهى، وليس بالفضول اللي هو يوصل لمرحلة أن ممكن أذي أشخاص مثلا أو أتدخل في خصوصياتهم. فكيف أعرف نفسي إذا أنا فضولية فعلا أو لا؟ صحيح. الفضول العلمي هو أساس يعني كل الابتكارات والاختراعات حقيقة. يعني صحيح. العلماء لديهم ذلك الفضول، يعني لولا فضولهم ولولا السؤال المستمر في دماغهم لما وصلوا إلى اكتشافات، ويعني اكتشفوا. صحيح. البحار والمحيطات، واكتشفوا أمور كثيرة في الفضاء وما إلى ذلك. فهذا الفضول محمود. ليش؟ لأنهم منشغلين، مش في حالة من الفراغ. الشخص اللي ما عنده انشغالات عنده حالة فراغ، والفراغ مفسدة للمرء، يعني ينشغل. صحيح. بغيره. لما صحيح. تكون أنت مشغول بيومياتك وبعملك وبإنجازاتك، ما يهمك الآخرين. نعم. ولن تتدخل في أمور لا تعنيك. أكيد. وتفاهات الأمور. لكن الفضول أنواع.
هناك حالات من الفضول، يعني في فضول اللي له علاقة بعقدة النقص، يعني يبدي يدور أو وهو له يعني علاقة بمشاعر القلق التوتر. يعني مثلا نعطي مثال بسيط، الزوجة لما تشعر أن الزوجة شوية تغير عليها أول تصرف هو مراقبة الموبايل الفيسبوك وسائل التواصل، لماذا تغير؟ تبتدي تسأل الدائرة المقربة، هذا نوع من الفضول لأن هناك مشكلة بدأت تستشعرها فيبدأ فضولها يشتغل، وهذا نوع من الفضول. هناك فضول آخر مرتبط بمشاعر الشك والخوف، يعني مثلا موظف سمع أن مثلا يتم التخلص من بعض الموظفين أو هناك تغييرات جذرية فيبدأ يبحث، يروح من مكتب لمكتب ويسأل ويشعر بالخوف والقلق على مصيره، وهذا أيضا نوع من ولكن هذا فضول طبيعي، لكن هو في الحقيقة فضول سلبي، لأنه يجر الشخص إلى مراحل، يعني الزوجة لما تبدأ في البحر تخرب على نفسها وممكن تصل إلى أمور هي لا يحمد عقباها في الحقيقة، راح تتخيل ممكن أشياء مش موجودة أساسا في الواقع، وتهدر طاقتها وجهدها وتركيزها في بيتها في أمور هي ربما تكبر السيناريو في مخها. نعم أيضا هناك فضول آخر وهو الشائع مع الأسف، الفضول الاجتماعي اللي هو له علاقة بأخبار الناس يعني تلوكه الألسنة، يعني دائما يحب يعرف أنه فلان شو صار معه، فلان ليش ما خلص دراسة، ليش ما خرج، ليش ما تزوج، وأسرار الناس وهذا مؤذي جدا وهي عادة ذميمة جدا. وبعضهم يعني مع الأسف يقف موقف الحسد، يعني وهذه دخلة في باب الحسد، وهذا شيء يعني جدا سيء. أيضا في قلق اللي قلنا عنه مثلا اللي له علاقة بالقلق، بعضهم يعني ربما هو لا يقصد أن الفضول بقدر ما هو شخص يعني يشعر دائما بقلق وخوف وتوتر، فوين ما في مثلا عزة حد مرض يذهب ويسأل وشو كيف كانت العملية وإن شاء الله ما تقلق، هذا فضول أيضا. يعني مفروض مثلا زيارة المريض لا تستغرق أكثر من ربع ساعة نصف ساعة، وتكون إيجابية، لكن هو يبدأ بالأسئلة وين وكم كلفتك ومنو الدكتور، هو لأنه في حالة من القلق أو يروح العزاء كيف ماتت الشخص هذا وكيف صار معه وين عياله وبعدين وخلى مراها كم، فهذه الأسئلة هي في الحقيقة تنم عن نقص في الداخل وحالة أنه الشخص هذا يعني يعتبر غير سوي في شخصيته، لأنه يبحث عن شيء يغذي هذه المشاعر في عدة اضطراب ممكن يكون. نعم. قبل ما نختم الفقرة بشكل سريع، السؤال اللي ما حصلت الإجابة إلى الآن، من هو الأكثر فضولا، الرجل أم المرأة؟ في الحقيقة لا توجد دراسات يعني أثبتت أن المرأة هي أكثر فضولا، ولكن يختلف الفضول من شخص إلى آخر، يعني سواء كانت، لكن بشكل عام الآن هناك زيادة في أعداد الفضوليين، قلنا بسبب أنه صار يعني انفتاح في الحياة، انفتاح بشكل مبالغ فيه، فصار هناك مادة دسمة، خاصة المشاهير يعرضون تفاصيل حتى تافهة جدا، فتغذي هذه العادة لدى الأشخاص الآخرين. لكن احنا بشكل عام نوجه نصيحة، أنه نصيحة المعروفة ربما احنا صغار سمعناها، لا تتدخل فيما لا يعنيك، فتسمع ما لا يرضيك، يعني هذه خلاصة القول، نقطة انتهى يعني خلاص. طبعا أكيد هذا الموضوع ما ينتهي، وأنا أكيد الكثير عندي من الأسئلة، لكن يعني الوقت دائما ضيق، ويعني الأوقات السعيدة والأوقات المثمرة بالنسبة لي تنتهي بسرعة. فطبعا الأستاذة سهام شريف مدربة التواصل وتطوير الذات ساعدنا بتواجد معانا، وأيضا بهذه المواضيع الشيقة اللي دائما نتحدث فيها بطريقة، واختباراتك أيضا هالمرة ما كان في اختبار، لا إن شاء الله الأسبوع القادم راح يكون عندنا موضوع فن الإقناع والتفاوض، يعني استعدوا، راح يكون في مفاوضات فيما بيننا إن شاء الله، نتعلم كيف نقنع الآخرين. جميل. شكراً لك. شكراً لكم. يومكم سعيد إن شاء الله. بإذن الله. توجد في العالم عند الظواهر غريبة، في فقرة جولات من العالم اليوم تعرف على ظاهرة الشفق القطبي، التفاصيل في سياق هذا التقرير. في جولتنا الصباحية اليوم سنقوم برحلة فريدة للأماكن الباردة لمشاهدة ظاهرة كونية غريبة، فبين الألوان الساحرة للسماء وروعة المكان
هناك الكثير للاستمتاع بمشاهدته. وشفق القطبي أحد أجمل الظواهر الطبيعية التي تجذب الكثير من المهتمين بالتصوير والطبيعة. يعتبر الشفق القطبي أو ما يسمى بورياليس مزيجاً من الألوان الخلابة التي تتشكل في القطب الشمالي للأرض. تتعدد أسماء الشفق القطبي، فهناك من أطلق عليه الفجر القطبي أو الأضواء الشمالية، ويسمى باللغة الإنجليزية بأورورا أي ضوء الصباح. وتعد هذه الظاهرة من أجمل الظواهر الطبيعية التي تضفي جواً من السعادة والفرح لمن يشاهدها. تنير تلك الظاهرة في بداية الخريف من كل عام بعد غروب الشمس في القطب الشمالي، نتيجة الاصطدامات التي تقع بين الجسيمات الشمسية المشحونة بالكهرباء والتي تحتك بالغلاف الجوي للأرض، مكونة قوساً شفافاً يتحرك عالياً في السماء ويزداد لمعاناً كلما ارتفع، وتكون بالتالي الكثير من الأقواس الملونة لتبدأ بعد وقت طويل بالتلاشي. يتشكل الشفق القطبي بشكلين، هما الشكل الشريطي والشكل الغيمي، وعادة يتشكل في بداية الشفق الشكل الشريطي ويمتد لمئات الكيلومترات، ويبلغ عرضه شرقاً أو غرباً آلافاً من الكيلومترات ليكون واضحاً في السماء، وتبلغ سماكة الشفق مئات من الأمتار. يظهر بالتالي الشفق أكثر وضوحاً مع خلفية رائعة من النجوم المتلألئة. إذن مشاهدينا، هناك العديد من الظواهر الغريبة حول العالم، وجميل أن مشاهدينا الكرام أن نثقفكم في هذا المجال أو عن الظواهر الغريبة من خلال التقارير اللي نقدمها في برنامج صباح الشرقية. أيضا من الظواهر الجميلة في الطبيعة يعني نشوف هذه الألوان الجميلة من خلال هذا يعني تكون الألوان في سماء أي منطقة يعني، فجميل أن نشوف الألوان تنعكس بطريقة جميلة ويعني تصور فيها الإبداع الرباني سبحان الله. سبحان الله. نعم. طبعا مشاهدينا، فاصل قصير ونواصل معاكم صباح الشرقية، ابقوا معنا. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل، نستكمل معاكم برنامج صباح الشرقية. تحظى المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكانة خاصة وامتيازات وتقدير لا تحظى بها غيرها في العديد من بلدان العالم، وذلك منذ تأسيس هذه الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أعطى المرأة الإماراتية الحقوق كافة ووفر لها الإمكانيات التي تؤهلها للمشاركة في مسيرة التنمية والبناء جنبا إلى جنب مع الرجل. نرحب بسيدة الأعمال الإماراتية وحدة الشخصيات المتميزة في أكثر من مجال، كلثم عبد الله سالم. صبحك الله بالخير، رحب فيك في برنامج صباح الشرقية. يا مرحبا وسهلا فيك، صباح الخير. الصباح ما شاء الله يعني التميز والإبداع، ودائما المرأة الإماراتية يعني هذا مش غريب عليها مثل ما عودتنا ما شاء الله. احنا يعني في برنامج صباح الشرقية نستضيف الكثير من النساء الرائدات في مختلف المجالات في دولة الإمارات. اليوم احنا ايضا فخورين بتواجد معنا أستاذة كلثم، ونتكلم عن يمكن مسيرة يعني او بطريقة بسيطة عن المسيرة الكبيرة ما شاء الله في حياتك متنوعة بمختلف المجالات. فاليوم قبل ما نبدا هذا الحوار الشيق، هذا الحوار الجميل، وين تشوفين أستاذة كلثم المرأة الإماراتية، وين وصلت من ضمن يعني من خلال هذه الإمكانيات اللي قدمت لها من الدولة، التمكين اللي أيضا توفر لها، وين وصلت اليوم المرأة الإماراتية، وأنت مثال على المرأة الإماراتية المبدعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سعدني اليوم أني أكون ما بينكم في هذا اللقاء، أعتبر لقاء مميز بالنسبة لناس يحتفون يعني بالمرأة ويحتفون بتميز المرأة أيضا. المرأة تفرض نفسها أكيد. نعم. فبالفعل يعني يمكن المرأة وصلت إلى مرحلة أو مكانة في دولة الإمارات يحسدها العالم كله عليه. نعم. بحكم أن أصبحنا نموذج، يعني إذا ذكر التقدير ذكرت دولة الإمارات، إذا ذكر تمكين المرأة ذكرت دولة الإمارات، إذا ذكر يعني التوازن بين الجنسين ذكرت الدولة الحمد لله في تمكين المرأة
إيصالها إذا إلى المستوى اللي يعني مثل ما قلنا ينظر إليه العالم نظرة احترام ونظرة تقدير بما حظت عليه هذه المرأة، طبعا بثقة وإيمان المسؤولين بقدرات المرأة في هذا المجال. نعم، هناك دعم كبير من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة للمرأة في كل المجالات في تمكين المرأة. كيف ممكن المرأة الإماراتية تحديدا تستفيد من كل هذا الدعم المادي والمعنوي من قبل قيادة دولة الإمارات للمرأة؟ هو إذا نظرنا عن موضوع الدعم المادي، هذا نسبي، يختلف من وضعية إلى أخرى، من عمل إلى آخر. إذا كنا بننظر لموضوع الأعمال، فنحن نعرف أن هناك حاضنات كثيرة في على مستوى الدولة ل يعني مساعدة المرأة ولدعمها في إنجاح مشروعها. في حالة خططت للمشروع تخطيط سليم وقدمت لمؤسسة من المؤسسات، يعني عندنا عدد كبير من المؤسسات. صحيح. يمكن إذا يعني أبرز هاي المؤسسات اللي أذكرها صندوق خليفة. مؤسسة محمد بن راشد للشباب، مؤسسة الشيخ سعود. نعم، فكل إمارة ممكن تشوفين وعدد كبير. نعم، يوفرون هذه الإمكانيات. نعم. المادية، ويوفرونها إذا المرأة أو أي شاب مقبل على عمل خاص قدم ما يثبت جديته في هذا العمل. نعم. فنحن نعرف هذا الشيء، ولابد أن نستثمر هذه الفرص. نعم. ومثال على ذلك ما شاء الله احنا عندنا في دولة الإمارات يعني أصغر وزيرة، وهي يعني سعادة معالي الوزيرة شمة بنت سهيل المزروعي في وزارة الشباب. يعني أيضا هذا فخر بالنسبة أنها تكون امرأة وتمثل الشباب وفئة الشباب، أنها تكون أصغر وزيرة. هذا أيضا فخر أنها تقف في المحافل الدولية والعالمية تمثل فيها دولة الإمارات. فأعتقد هذا خير مثال أن اليوم نقول المرأة الإماراتية ما شاء الله عليها وصلت العالمية بثقافتها، بثقتها بنفسها، وأيضا بالإمكانيات التي تم تدعيمها من خلال الدولة. أستاذة كلثوم، ما شاء الله عليك مجالات كثيرة خطيها في حياتك. اليوم احنا حابين نتكلم عن مختلف هذه المجالات اللي تركتي فيها بصمة، فشو سبب هذا التنوع ما شاء الله؟ هل المرأة الإماراتية عندها الإمكانية في التنوع في إعطاء طاقتها للدولة؟ ونتكلم أيضا عن كل مجال دخلتي فيه. ما شاء الله، عاد هذا شيء وايد يعني. ما علي، احنا اليوم على الاقل ناخذ منك البسيط من خلال هذه الدقائق ان شاء الله راح تجمعنا فيك في صباح الشرقيه. لا بالعكس، انا اشوف المراه في بشكل العموم يعني قادره على ان تفعل الكثير والكثير. نعم. فكما نعلم ان من خلال التحاليل النفسيه ان المراه تستطيع ان تقوم باكثر من 3 أعمال في نفس الوقت. صحيح، هذا ما يميزها. بما ان الرجل لا يمكن ان يركز في اكثر من توجه واحد. عمل الرجل. نعم. ايوه، بطبيعته كأم يعني. نعم. ممكن هي تكون تطبخ وترضع الياهل، وممكن تتكلم وتدرس العيال، ممكن تحط بالها على العيال. صحيح. في وايد من الامور. فلهذا السبب اشوف انا ان يعني ممكن الواحد يعزز طاقاته في اكثر من لذلك من مجال. ما شاء الله انت شاعره، ويعني ايضا مشاركه في الكثير من الفعاليات، فعاليات الدوله، فايضا اهتمامك بالشعر. يعني هل المراه الاماراتيه ما شاء الله اليوم في الشعر متميزه ايضا؟ الحمد لله. يعني يعتمد طبعا الشعر هذا موهبة من رب العالمين يعني. وممكن يكون ميراث يعني للآخر يتعلمه، لكنه يكون موهبة أحيانا. نعم. الموهبة دائما هي اللي تغلب، لكن هناك شاعر وهناك ناظم. فمن يتعلم الشعر يعتبر ناظم. صحيح. ولكن ناظم لكن صعب من يوهب الشعر فهو شاعر. نعم. يعني الحمد لله ما ادري شو تبيني اذكر. يعني بشكل عام عن المجالات اللي تميزتي فيها وكانت لها بصمه يعني في حياتك. يعني من الاشياء، طبعا انا حياتي بديتها قبل في مجال التدريس الاكاديمي، كنت كاخصائيه اجتماعيه ومحلله نفسيه. ما شاء الله. شاعره طبعا من الطفوله، انا كتبت الشعر. حاليا انا رئيسة الاتحاد العربي للمرأة المتخصصة. نعم. بفرع الامارات، ورئيس في فخري في جمعية
إثراء الذات هذا أخيرا ما شاء الله ما شاء الله، ورئيس تحرير مجلة سيدات الأعمال وأيضا سفير فوق العادة للثقافة بالنسبة لمؤسسة ناجي النعمان. يعني تلقين مجالاتي طبعا في الثقافة والعمل، الأعمال أقل نطاغي علي على الجانب الأدبي عندي، لكن لابد أن احنا نوازن ما بين هذه الجوانب. يعني احنا ما يمكن الواحد أن يكون ينوع في مصادر إذا كان عنده الإمكانية والمقدرة طبعا. جميل. زين، في بعض أتوقع الشهادات تقدير عندك اليوم جايبتهم معنا في الاستديو، لو تكلمين عن كل هذه الشهادات التقدير، خصوصا أن في شهادة تقدير من قبل وقع عليها صاحب السمو حاكم الشارقة، شو تعني لك كل هذه الشهادات؟ شو تعني لك كل هذه الإنجازات في حياتك بشكل عام؟ طبعا دائما يقولون حب الثناء طبيعة الإنسان. صحيح. فالثناء والإنسان في عزه وفي قوته وفي قدرته على العطاء، والتكريم أجمل لأن هذا الشخص يتلقى هذا التكريم مباشرة. كما يعني نعلم بعض المؤسسات تكرم الشخص المتميز بعد أن يرحل عن الحياة، فما يذوق طعم الأناسة ولا يذوق طعم التكريم الدعم ولا نتائج أو ثمرات. فالحمد لله يعني نحن طبعا كمجموعة من الفئات دائما نحن في مهرجان الشعر، إذا كان مهرجان الشعر الفصيح أو الشعر الشعبي، فعندنا هذه التظاهرة السنوية اللي طبعا يقوم على رأسها صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه. نعم. وهو دائم أبو الثقافة عندنا في دولة الإمارات، والمحرك الثقافي في الدولة. نعم. فهذه واحدة من الشهادات، طبعا المفروض أجيب درع الريادة وياي، بس ما يبتعم 6000 ناس ما ردوا علي لين. يعني هذه الشهادات، فهاي الشهادة طبعا عليها أعتقد تم ذكرى عند الشخص دائما، ذكرى في محطات في حياته وتبقى ذكرى عنده، الذكرى دائما بإنجازاته اللي قدمها في مجتمع لنفسه وأيضا لمجتمعه ولدولته. فطبعا هي تعني للكثير هاي الشهادة، أنها خط عليها توقيع الشيخ سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه. وكانت تكريم على ريادة الشعر في 2016، والحمد لله يعني هذا يعتبر تكليل حق إنجاز عمل طويل يعني في مجال الثقافة وفي مجال الشعر والأدب. نعم. ما سمع منك كلمات شاعرية أستاذة كرثم؟ يعني ما شاء الله أنا دائما أحب أسمع الشعر، ولكن بما أن اليوم أنت موجودة معنا إحنا نستغل هذه الفرصة. فرصة. يعني لو شيء تستذكرينه معنا من كلمات الشعرية الجميلة، بما أنك ما شاء الله مبدع في مجال الشعر يعني منذ نعومة أظافرك ممكن نقول. والله أنا كنت جايب وياي هذا، بس شكله يعني أخاف أطول. كلمات بسيطة من الأشياء الجميلة اللي تذكرينها في بالك. في بالي أوصف الحالة، ساعات عندي وصف لحالة علاقتي أنا بالشعر يعني. نعم. فباي من البيت اللي هو أقول فيه الشعر واحد من عيالي، الشعر واحد من عيالي وأنا الذوق أدراه بالحسنة وهذب وصوفه، حتى يناديني وأنا أقول يا طوق قم هات ضو، ولا يوريك شوفة بيني وبين الشعر عاشق ومعشوق، بيني وبين الشعر عاشق ومعشوق، أحباب لو تقسى علينا ظروفه. يا سلام يا سلام، صح لسانك يعني. نعم. جميلة صح هي الأبيات والكلمات. نعم. نعم. يعني بشكل عام كل هذه الانشغالات، كل هذه المناصب، كل هذه الإنجازات أكيد أثبتتي أن المرأة قادرة، خصوصا المرأة الإماراتية قادرة على الإنجاز بشكل كبير، لكن كيف تقدرين توفقين بين كل هذه المشاغل، خصوصا أن الوقت الحين يمر بشكل سريع في حياتنا بشكل عام؟ السؤال الأزلي. نعم أكيد. نستفيد منك في النهاية. الحياة صارت متسارعة كثير، وصعب الواحد يوفق ممكن بين عمله وبين أسرته وبين انشغالاته وبين هواياته اللي ممكن يمارسها. فأنا أعتقد الشخص الناجح دائما اللي هو عنده ميزة التنظيم،
فهذا يساعده في ايضا انه يخوض تجارب كثيره ويدخل مجالات كثيره. طبعا دائما يطرح علي سؤال، خاصه ايام ما كانوا عيالي صغار يعني. هذا اكثر الاسئله. الحين الحمد لله يعني هم تخرجوا ما شاء الله، الله يحفظهم، واصبح عندي انزاح عني يعني في وقت اكثر جزء مسؤوليه معينه، ولكن الام تظل مع ابنائها من طبعا حتى لو يعني نعم. سالفه التدريس والمتابعه خفينا منها. فبالفعل يعني تعرفين انا بالنسبه لي اذا بغيت اني انا انجح في كل شيء فلا بد من التنظيم مثل ما قلتي، يعني انا افصل طبيعتي. جميل، هذه نقطه مهمه، افصل تماما يعني لدرجه احيانا اني ضرني هذا الفصل. يعني انسى مثلا اذا كان حتى لو ابني مريض مثلا في البيت وانا موصي اعطوه الدواء في هاللحظات، فما تذكرت اني اكد على او تراجعينهم او نعم تتواصلين. لا كنت نعم. في الشغل يعني، في الشغل انا افصل يعني اعتبر عمري موظفه وبس. فهذا هو واحد من الاسباب اللي خلاه يعني يخليني مثلا في العمل افصل كل شيء واكون بس موظفه. في البيت افصل عن كل شيء اكون ام يعني، احاول اني انا قدر الامكان من ارجع خاصه يوم اليهال صغار أنا أجلس للمطبخ وأجهز وكذا يعني هذا شيء صعب، ما أي شخص ممكن يسوي هذا الشيء. إيه في الكتب الكتابة خليها في الليل، إذا بكتب شعر يعني مثلاً قصيدة كاتبتنها لكن الشعر ما يهوشي يجيك في أوقات ما 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 بلازم، ممكن وأنت سايق السيارة، ممكن وأنت راقد يعني. أنا قصيدة كنت راقد وحلمت فيها ونشيت كتبتيها إيه، لكن يكون عندك تهذيب مثلا هذه القصيدة فيما بعد، فلازم تخصص وقت حق القراءة، لازم يكون في وقت. فهذا نخليه بعد المساء يعني، في وقت من بعد الساعة 10 ممكن أجلس أقرأ. ما شاء الله. في العمل أنا أسافر مثلا في الشهر 4 مرات أحيانا يعني، ما شاء الله، بحكم عملي يضطر يعني. عندي دار نشر اسمها الاتحاد العربي للنشر، طباعة النشر اللي هي نصدر المجلة منها نصدر كتب للأطفال نعم. بالذات وهذا، فالشيء هذا بعد في المكتب يعني. طبعا بعد التقاعد الحين انا اداوم في مكتبي في مدينة الشارقة للنشر، فهذا بعد افصله. فالحمد لله يعني احس اني في كل الحالات مرتاحة، قادرة ان تعطي كل مجال حقه، لان في تنظيم للمسؤوليات والاولويات، وان كل مجال محتاج وقت الخاص فيه حتى الواحد يعطي بطريقة يشعر فيها بالرضا عن ما أنجزه. يعني يوم سعيدين بتواجد معنا الأستاذة كلثم من خلال يعني هذه النقاط الجميلة المنيرة أعتبرها في حياتك، اللي إحنا أيضا نستفيد منها من خلال هذه الدقائق اللي ناخذ فيها شو الأساسيات اللي أنت وضعتيها حتى نتخذين جميع هذه المجالات بطريقة صحيحة وبإنجازات مميزة ممكن إحنا شفناها من خلال هذه الشهادات، وأيضا سيرتك الطيبة في الإمارة والدولة بشكل عام. فسعيدين بتواجدك معنا أستاذة كلثم، شكرا على تواجدك معنا. الله يخليك، شكرا، أنا سعيدة بوجودي بينكم. الله يسلمك. وإن شاء الله يعني الشرقية دائما في تقدم وازدهار بإذن الله، وهي بصمة بالفعل يعني في الدولة من القنوات اللي لها حضور جميل. شكرا لك، شكرا لك، يعطيك العافية. طبعا مشاهدينا اكيد مستمرين معاكم بعد هذا الحوار الجميل المحمل بالانجازات المثمره. فاصل قصير مشاهدينا، نواصل معاكم صباح الشرقيه، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل نستكمل معاكم برنامج صباح الشرقية. ننتقل إلى مدينة كلباء، متابع معاكم مشاهدينا احتفال نادي اتحاد كلباء بيوم الطفل الإماراتي، التفاصيل في التقرير التالي. نظم نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي وبالتعاون مع فريق عطاء التطوعي فعالية خاصة بمناسبة يوم الطفل، وذلك في الملاعب الفرعية للنادي لعدد من أطفال المدينة. فعالية اليوم هي عبارة عن فعالية أو كرنفال بسيط بمناسبة يوم الطفل الإماراتي. البرنامج طبعا كان فيه مجموعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية والثقافية
اللي هي ممكن أنها تنمي قدرات الطفل وتدعمه. طبعاً هذه الفعالية تأتي تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي. تضمنت الفعالية مسابقات متنوعة ضمن برنامج ثقافي ترفيهي الذي يعبر عن يوم الطفل الإماراتي، بالإضافة إلى أنشطة رياضية. تهدف الفعالية إلى الاحتفاء بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الطفولة، وتوعية الأطفال بحقوقهم كافة، وتحفيزهم وتعزيز دورهم المجتمعي، وتوعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل. إذن شاهدنا معكم مشاهدين الكرام احتفاء نادي كلباء بالطفل الإماراتي، ونادي اتحاد كلباء بشكل عام له الكثير من الفعاليات في مدينة كلباء. نعم، يعني نشوف دائما الفعاليات تخص الطفل دائما. صحيح، يوجهون يعني فعاليات مميزة حقيقة للأطفال، وتكون دائما بين فترة وفترة مستمرة مع الأطفال، فهذا أيضا أكيد في نظرة يعني نظرة جميلة منهم لتوجيه الأطفال بالطريقة الصحيحة، وأيضا يعني احتواء إمكانياتهم بطريقة معينة. طبعا ننتقل معكم مشاهدين الكرام أيضا إلى جانب آخر في إطار فعاليات شهر القراءة. في الدولة أقيم الكرنفال القرائي في حديقة دبا الحصن العام، نشاهد التفاصيل في التقرير التالي. ضمن مبادراتها في الشهر الوطني للقراءة، أطلقت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع بلدية مدينة دبا الحصن فعاليات كرنفال القراءة التي استهدفت عدداً من الأمهات وطلاب المدارس. طبعاً هذا الكرنفال إن شاء الله راح يقدم من خلاله العديد من الورش التدريبية والعديد من الفعاليات الجميلة التي تشجع على مثل ما تقولين عملية القراءة وأهميتها، والكل يدرك أهمية القراءة، فكما قال الشاعر: أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. تضمن الكرنفال ورشا تدريبية وتعريفية قدمتها الجهات المشاركة، وتتمحور حول سبل تعزيز ثقافة القراءة وتنمية المهارات الإبداعية للطلبة والنشأ، كما قدم عدد من العروض الشعبية والثقافية بمشاركة عدد من الأطفال. الكرنفال القرائي احتفالية ثقافية تتجاوز متعتها وفائدتها الصغار إلى ذويهم في أجواء عائلية شيقة، يغرس في الأطفال حب القراءة وتثقيف الذات منذ الصغر، ليشبوا قادة وعلماء ومهنيين واعين قادرين على مواصلة مسيرة التنمية في مجتمعهم. جميل مشاهدينا نشاهد مثل هذه الفعاليات تنتشر في إمارة الشارقة وفي دولتنا بشكل عام، والجميل أيضا أن نزرع ثقافة القراءة عند الأطفال وحب التطلع بالنسبة للثقافات المختلفة وتثقيف العقل والمدارك عند الطفل، سوف يكون له نتاجات كثيرة سواء في المستوى التعليمي أو على الفرد أو الطفل بنفسه بشكل شخصي. نعم، ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر. تسعى دائما الجهات المختصة في الدولة للحفاظ على سلامة الأغذية من خلال القيام بالرقابة الغذائية عن طريق الجولات التفتيشية. الحين بنرافق زميلنا وديع في إحدى هذه الجولات، خلونا نتابع. صبحكم الله بالخير مشاهدينا، صباح جميل نبتدي في يومنا مع كل المشاهدين والزملاء في الاستديو. بفقرة التفتيش اليوم بنصطحبكم إلى جولة في المخازن المجمدة منها اللحوم أو الدجاج. بناخذ هذه الجولة وبنتعرف مع بعض. Thank you.
مشاهدين نرحب بالدكتور محمد مأمون اللي شاركنا اليوم معنا في فقرة تفتيش. حياك الله معنا دكتور. هلا بكم دكتور. بالبداية نحن أخذنا جولة على أكثر من مخزن، كيف نتأكد من الصحة، صحة هذه المجمدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن هنا قسم الصحة العامة ببلدية خورفكان، قسم شعبة الخدمات البيطرية، بنتم الإشراف على تفتيش البرادات للمجمدات من لحوم لدواجن في منطقة خورفكان، والحمد لله عندنا برادات ذات كفاءة عالية لحفظ هذه المواد الغذائية من لحوم وأسماك ودواجن ومشتقاتها. دكتور أنا أعرف إن يعني إن في درجات حرارة معينة، يعني مثلاً تبدأ في الماينس، كم تكون في شروط معينة لدرجات الحرارة بالنسبة للمجمدات؟ بالنسبة لدرجات حرارة الاسطو البراد جنرال لازم يكون ناقص 18 درجة سنتيغريد، ناقص 18 درجة سنتيغريد. بتتفاوت على حسب نوعية المادة الغذائية المراد حفظها داخل البراد. مثلا عندنا اللحوم الأبقار والدواجن هنا يتحفظ في درجة حرارة ناقص 18 درجة سنتيغريد. بالنسبة للأسماك بتختلف إذا كانت أسماك دهنية أو غير دهنية، إذا كانت دهنية بتكون 6 شهور، وإذا كانت غير دهنية بتكون 9 شهور. على حس كده بيكون ذات الأسطور موزع على حسب الهناية. بيكون أهم حاجة عندنا دولة المنشأ، الصنف هو إيه، تاريخ الذبح، تاريخ الانتهاء، درجة الحرارة المراد الحفظ فيها اللي هي ناقص 18 درجة مئوية. وأهم شيء طبعا كلمة حلال، أن هذه اللحوم ذبحت على حسب الشريعة الإسلامية الأحكام الإسلامية، وإذا كان في مضافات لها بتكون موضحة، ويكون الوزن مكتوب برضو في الديباية بتاعت. مشاهدينا وصلنا إلى ختام فقرتنا، فقرة التفتيش مع الدكتور محمد مأمون. حقيقة أنا استمتعت جدا في هذه الفقرة اللي تعرفنا من خلالها على كيفية أخذ احتياطات الصحة العامة والأغذية، منها كانت عبارة عن جولة على المخازن الأكل المجمدة، منها أنها في شروط معينة أنها تكون سالب 18، والعديد من الأمور المتوجبة. إذا مشاهدينا نلتقي إن شاء الله بفقرة جديدة، إلى اللقاء. طبعا نشكر الزميل وديع على هذا التقرير. طبعا السلامة الغذائية من أهم الأمور التي واجب علينا الحفاظ عليها بشكل عام، ونهتم لسلامة الأغذية بما أن احنا في النهاية نتغذى من هذه الأغذية. أكيد. نعم. وطبعا مشاهدينا من هذه الجولات أيضا نطلع فيها على مختلف الأعمال وكيف طريقة ممكن تفتيش الأغذية وتوفير السلامة لمختلف المستهلكين لهذه الأطعمة أو الأغذية. وصلنا معكم مشاهدينا لختام حلقتنا لهذا اليوم، على أن يتجدد اللقاء بكم غدا بإذن الله في نفس الموعد. إلى ذلك الوقت مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، ومع السلامة. وتقبلوا تحياتي أنا يعقوب يوسف، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.